انا اسمي نورسين عمر، انا عندي 9 سنين. كنت بلعب مع اخويا الصغير وساعتها بابي شافنا وهو قال لنا ان هو هيعلمنا الشطرنج، وبعد كده هو علمني الاساسيات والقواعد، وبعد كده رحت اكاديمية طنطا شطرنج، قعدت فيها تقريبا 1.5 سنة، وبعد كده رحت اكاديمية عدلي اللي انا بتدرب فيها دلوقتي. اول مرة لعبت فيها شطرنج كنت حاسة انها لطيفة. انا كنت بلعب شطرنج زمان، وكان عندي شطرنج صغير في البيت، فهي واخوها الصغير بداوا يلعبوا، جابوه بداوا يلعبوا بيه، فبداوا يسالوني ازاي نقل القطع وايه القواعد بتاعتها، وبعدين فوجئت ان هي نورسين اكتر اهتماما من اخوها الصغير بيه، فبدات اتعلمها، فبدات احس ان هي بتلعب افضل وعندها استعداد تتعلم اكتر، فدورت على اكاديميه، فلقيت اكاديميه طنطا بدات معاها، وبعد فترة الحمد لله بدأت تثبت نفسها، فانتقلت لأكاديمية عدلي، والحمد لله لغاية ما وصلت للتصنيف العالمي. يعني أنا مثلا بركز في دراستي أكتر شوية، ولما بيبقى عندي مثلا بطولات لا بركز في الشطرنج، ولما بخلصها فبرجع للدراسة، يعني الحاجات اللي فاتتني في وقت البطولة بكملها. هو أنا أوريدي كنت وأنا صغير كنت بلعب موسيقى، وكنت ده ماشي مع دراستي، وقدرت الحمد لله اوفق بينهم لحد النهايه بشكل كويس، فبالتالي ده اللي انا طبقته مع الاولاد، ان دايما النشاط ما بيعطلش عن الدراسه، بالعكس لما بيكون الطفل موهوب وفي اكثر من نشاط فده ساعات بيساعده كتير ان هو يكون متفوق دراسيا. هي بمجرد ما بدات الطريق الاحتراف بتاعها فانا سرقتها للكباتن بتاعها. مبسوطه قوي عشان دي حاجة أول مرة تحصل في مصر في تاريخ الشطرنج، والتصنيف ده أنا باخده لما بلاعب ناس مصنفين أعلى مني وبكسبهم، فأنا كنت كسبت راجل كبير هو فوق 60 سنة وهو كان تصنيفه عالي، فمنه الاتحاد الدولي عمل لي تصنيف، خدت التصنيف العالي ده، وانا دلوقتي مصنفه 3 على العالم. في اول مشاركه ليها في بطوله الجمهوريه المفتوحة كانت في الغربية، ده الكلام ده كان من 1.5 سنة تقريبا، فهي حصلت على المركز الرابع فيه وكانت أول مشاركة ليها، بعد كده حصلت على المركز الأول وكسب بطولة في مديرية التربية والتعليم بالغربية، وكانت وطلعت المركز الثاني في تمهيدي الجمهورية المفتوحة، ومؤخرا كانت رابع الجمهورية للناشئات تحت 10 سنوات، ومن خلال لعبها مع المصنفين الأكبر منها سواء في الفئة العمرية بتاعتها أو ناس أكبر منها سنا، فقدرت تحقق الرقم القياسي ده بحيث إنها تكون ثالثة العالم. انا نفسي ان انا اكون مهندسه وبرضه هكمل في الشطرنج. اتمنى ان شاء الله انها تحقق لمصر انجازات كبيره، وانها في يوم من الايام تكون بطله العالم في الشطرنج.